كثر بناء المساجد أسفل العمارات، فما حكم الصلاة فيها وفوقها العديد من الطوابق المأهولة بالسكان؟ وما الحكم إذا أراد صاحب العمارة هدمها وإقامة غيرها؟ مما اختص الله به الأمة الإسلامية أنه جعل الأرض كلها مسجدا، فأينما أدركت الإنسان الصلاة صلى، وما دامت الأرض قد خصصها صاحبها للصلاة وصلى الناس فيها صارت مسجدا وله أحكام كل المساجد، وتكون الصلاة فيه أفضل من الصلاة في أي بقعة أخرى من الأرض. والمساجد نفسها بينها تفاضل، فأفضلها المسجد الحرام بمكة، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، ثم مسجد المدينة لأن الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى لأن الصلاة فيه 500 صلاة، وفي كل ذلك ورد في الأحاديث. أما باقي المساجد فهي سواء في الثواب. وبعض العلماء قال المسجد الكبير أولى من المسجد الصغير للصلاة، وقال البعض المسجد البعيد أولى لكثرة الخطى إليه، وكل ذلك خلاف في الأفضلية. أما الصلاة في أي مسجد منها فهي صلاة صحيحة لا غبار عليها، وتقام فيها الجماعات والجمع والأعياد وغيرها على رأي الجمهور الذي يسوي بين المساجد في صحة الجمعة، لا فرق بين القديم والجديد. وإذا أراد صاحب العمارة هدمها فما يزال المسجد ملكا لله، ويبنى من جديد ولا يخرب ولا ينتفع به في غير الصلاة، والله أعلم.